يتسرب بخصوص الانتخابات والاستعداد ليها؟ بداية، الانتخابات القادمة هي انتخابات فارقة في تاريخ مصر. وأنا بداية كلامي يعني هخرج على الموضوع في نصف دقيقة للتحذير مما يحدث الآن، من أنه أحمد عز بيحشد لحصد مقاعد برلمانية لمصلحة الحزب الوطني المنحل. هذا الأمر أنا بتوجه للأجهزة المعنية في الدولة، لأنه يمثل خطورة على السلام الاجتماعي في مصر، ويهدد بحدوث اضطرابات شعبية غير مسبوقة. وهذا الأمر لا يؤخذ مأخذ العبث، لأن مستقبل الوطن لا يمكن أن يكون مرهونا ببعض رجال الأعمال الذين هيأ لهم تفكيرهم المريض بأنهم يستطيعون السيطرة على برلمان مصر من خلال الأموال. وأحمد عز عقد اجتماعات مع نواب سابقين من الحزب الوطني، وأكيد هذه المعلومة ليست خافية على الأجهزة. فأنا أحذر من الآن بأن هذا الأمر خطر جسيم على الأمن القومي المصري، يجب على الأجهزة أن تتحرك لمحاربته. هذه الأولى. لا معلش، في الأولى دي فيها كلام. تفضل. سياسيا غير مقبول، ومش معقولة أحمد عز تاني، حتى طبعا مش هو اللي هيدخل، لكن رجالته في فلوس وما إلى آخر. لكن هيقولك في المقابل همنعه إزاي، ولا عندنا حاجة يعني قانونا تقول ان هو محظور من العمل السياسي، او ان هو يحشد او ما الى اخره؟ آلياتك ايه؟ هذا الكلام مرفوض تماما، لسبب، لانه دور احمد عز في الخراب الذي حدث لمصر غير خافي على احد. وكان المفروض ان يقدم لمحاكمة سياسية بتهمة تخريب الحياة السياسية والاقتصاد المصري، وتخريب زمم المصريين وازدراء المصريين. هذا الأمر تم التغافل عنه ولم يحدث أن قدم للمحاكمة. فلا أقل من أن تتخذ الدولة إجراءاتها الآن القانونية أيضا لمنع الكارثة قبل أن تقع، لأنه من غير المتصور عقلا ولا منطقا ولا أخلاقيا أن نعود مرة أخرى لنشاهد نفس الوجوه التي ثار عليها الشعب ودفع في سبيل ذلك الشهداء وبذل الدماء والمصابين.